هاي هاي جايز، صح نعمل مع بعض الفيس ايس باث، حمام الثلج. حطيت هيدا الجد في مي وحطيته بالفريزر عشان المي تسقع كتير، وحطيت عليه ثلج. المفروض ينعمل 4 to 5 rounds وكل round 10 to 20 seconds. نحن حنعمله 3 rounds بس وكل round 10 seconds بس. حنعمل first round، برجع بقلكم بشو بفيد. الله يستر. اوكي كتير ساقعه. اوكي سو المفروض للاشخاص اللي بيوعوا جرامبي مثلي، اول شيء بخلينا نصحصح، ثاني شيء بخفف لنا من الانتفاخ. اللي بيوعوا وعنده انتفاخ وجهه منتفخ كتير، بخفف لنا من الانتفاخ وبشد البشره، بما انه عم شو بيقولوا بما انه عم نعرض البشره ل والماسلز عضلات البشره لا شيء كتير مسقع، فحينعمل لهم شوك وتشد البشرة. راوند 2. الله يعينه. أريد أحس راسي تلج. أوكي عن جد كتير بصحصح. أوكي غير إنه بساعدنا نشد البشرة، بيعطي جلو للبشرة كتير حلو، واللي عنده ستريس او انكزايتي كمان بيساعد. اكيد عم نعمل مي كتير مسقعة هالصبح لوجنا، ف يعني عم نعمل ريفرش اصلا. سو حعمل راوند 3 اخر راوند، حطول فيها شوي. لا مش قادرة اتحمل. اوكي والمفروض انه بخفف من علامات التقدم بالسن، يعني التجاعيد بشيلهم. انا اللي بهمني انه التجاعيد يشيل لي اياهم، وبدي جلوي سكن. هعمل راوند 3 بدل اللي راحت، بس لازم احبس نفسي كتير. اوكي هيدا تاني نهار عم بعمل هيدا الشيء، خليني اجربه على اسبوع وبرجع فاجيكم النتيجه بعد اسبوع.